الكابتن جورج كلوني اتجوز ست محترمه جدا جدا. عندهم توأم حضرتك. بس عشان هم هارونا بالجوازه دي اصلا، يعني عمليه عمليه نقل جينات الاستاذ جورج كلوني في اي اتجاه، يعني بقت مسؤوليه مجتمعيه بالنسبه لنا دلوقتي ومحتاجين نناقش. المهم ان هو عرف ينقل جينات وبالفعل وخلفوا اطفال، وهو ممكن اتكلم؟ لا ارجوكي. الحمد لله دلوقتي هو بينقل لنا تجربته المجتمعيه ان هو بيصحى مره كل 3 ساعات علشان يساعد مراته. هيشيل الرجال. ده طبعا هيفتح لنا مجال سؤال على الاقل على الترابيزه دي برضو، اذا كان الرجل الشرقي يتحمل المسؤوليه ولا لا. انا شايف انه الست الشرقيه، الست المصريه بالذات، المصريه، الست المصريه لم تتحمل المسؤوليه بما يجب، وده اللي بوظ الدنيا. وكمل كلامي وكمل كلامي. لا تبصليش، بص لها، ليه ابص لكم كلكم؟ ليه دقيقتين؟ لو كانت هذه الست ربت هذا الرجل من الاول، مش متربي ان هو ما يبقاش معتمد عليها 100%، كان هيطلع شخص صالح في المجتمع. هنا قصرت المراه المصريه في تربيه الرجل، دلعته وخليته معتاد على ان هو اطلعوا بريك، لازم اقول له حاجه مهمه، اطلعوا بريك، اديني، ساعديني، اعملي لي، وهو ده اللي طلعه في الاخر بايظ مسؤوليتكم. يا ساده الامهات هم اللي بوظوا الابناء وطلعوهم رجاله لا يعتمد عليهم، وده رايي. بفكر اقوم اقف، يعني عارف ازاي؟ هي حلوه، هي حلوه، بس بفكر اقوم اقف او ادلق حاجه عليك او ارميك بحاجه، بس حلوه يعني، خد ملعوبه حاجات. اصل انا بفكر فيها من بدري، ملهاش مين لها مخرج، ما لقيتلهاش مخرج. ست مين ده؟ انتوا لا علاقه لكم بفكره المسؤوليه، فكره المسؤوليه دي اضداد الرجل. قبل ما تلبس اضداد الرجل، انا فكرت فيها على فكره. عدد المسؤولين الرجال في الدوله اكبر بكتير. لا، وعشان كده الدوله انت شايفها ماشيه كويسه قوي، يعني ما تخلى عليها الدوله زي الفل. سنغافوره رئيستها امراه الان، أنا عايز، يعني احنا بنتكلم على ومسلمه ومتجوزه يمني. التعميم بتاع جورج كلوني، هل ده يعني ان الرجل الغربي كله جورج كلوني؟ ثانيه واحده، الاول بقول لك ايه، بيتحمل مسؤولياته، بيتحمل مسؤولياته على حاجه. تتكلم وترد على نفسك، اذا كان والسؤال انت تتكلم رد على نفسك. هو شغال، وبعدين ما ينفعش اساسا تقارن بجورج كلوني، ده مبدئيا رقم واحد. ماشي زي الفل، على عينك وراسك. يعني انا بتكلم على عيني وراسي انا، لا جورج كلوني ولا جيناته. على عينك وراسك انت، على عيني وراسي. لا ثانيه واحده بس، هي كل الستات قدرت تاثر. استنى عشان الراجل ده بيقول حكم، معلش استنى بقى كلكم، انا العالم الدين دلوقتي. حصل في جورج كلوني؟ لا لا هو ازاي؟ لا 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 بره الليله دي، لا القعده دي بوظت. لا 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 انا مش عايزه، انا مش في رجاله، في رجاله، في رجاله على فكره. والله مديره هنا ما ينفعش. ثانيه واحده، في رجاله مصريين من نبت هذه الارض الطيبه. مريتين، خلينا في رجاله مصريين، نرجع للسؤال، خلينا بين قوسين رجاله. ايوه في رجاله مصريين طبعا. اديني انت لفيت ودرت حول الثانيه عفاف، حول السؤال الاساسي، هل الرجل المصري يتحمل المسؤوليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، لا لا. الاجابه تونس. بسم الله الرحمن الرحيم، الاجابه لا. ايوه الاجابه لا. ايوه الاجابه لا. ثانيه واحده، اي مسؤوليه؟ وفرت على نفسك كتير. استنى، ايه المسؤوليه يتحملها الراجل؟ لا ثواني، مسؤوليه البيت ولا بتتكلمي في المساعده داخل البيت؟ لا لا لا، مسؤوليات بره طبعا. لا هي ما بتتولاش ولا هو انا عايزاه. هي الست ما بتتولاش اي مسؤوليات بره، وعليها ان هي تتولى جوه. وعلى فكره انا بتتولى جوه وبره. اعرف ناس بتكنس وتمسح. مين يا حبيبي بيكنس؟ نسبه قليله جدا من البشر. البشر المصريين الجيران بيتريقوا عليه ان هو ازاي يطلع يلم الغسيل. ده راجل محترم والله العظيم، قله من لا والله، قله من الرجاله. خليني عندنا في البيت نتكلم جد. القضيه مش ان الرجل يكنس ويمسح، القضيه مش ان الرجل يغسل المواعين، القضيه مش ان الرجل يشيل البيبي، انه يقدر. لا مش بس كده، فكرة المسؤولية، رجل مسؤول. لما الست تبقى جاية بهموم الدنيا
ما يقولهاش قومي اعملي لي العشاء، ما هو انت لازم تعشيني او فين العشاء يا هاني. لما هي تكون عندها شغل يسندها في شغلها، مش يقهرها في شغلها. عايز تسمع الكلام بقى ولا ما تسمعوش؟ في الفقره دي احنا نعمل هي دي المسؤوليه. ثواني، احنا نعمل المسؤوليه انه ما يكونش بخيل، نعمل كشك في البرنامج ده النساء المعنفات. معنفات ما عندناش سبع، ما عندناش سبع، احنا الثلاثه مش معنفات. امال ايه كل ما تيجي الفقره دي الحرقه تطلع والناس المسؤوليه فكره الرجوله دي. على فكره انا والبشمهندس فارس بندفع ثمن اخطاء المسؤوليه دي. المسؤوليه اصل الرجوله مش صفات ذكوريه. ادب معروف، بنحاسب على 10. والرجوله مش ان انا اجيب لك كوبايه ميه. الرجوله ان تكون رجل صادق امين وفي حنين. ميرسي. طيب انا الحنيه مين ده بقى؟ لا لا، وبتحترم مراتك وبتقدرها وبتدعمها وبتقف معاها. في ناس كده. مين قال ما لقيناش؟ مفيش. لا دورته غلط. طيب احنا ذنبنا ايه؟ هنعمل على فكره اغلب اللي بيقولوا كده ما بيعملوش. كلنا عندنا فرص تانية. اللي في الترابيزه دول هم اكثر ذكوريه من اي من اللي بره. من اللي بره بالظبط. لا بالظبط، رمز الذكوريه. بقول لك ايه، تتكلمي على سجلوا الكلمه دي يا جماعه. انا مسجلها. رئيس الجرح رمز الذكوريه. انا هقف. ايوه، الذكوريه الجرح. فارس رمز الذكوريه.